أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين
وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا ضائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين
يَهْدِينِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. انتصاري dari ayat-ayat yang dibacakan Qari tadi adalah, katakanlah, pantaskah kamu ingkar